إن إسبانيا ستعمل بكل الشفافية المطلقة الواجبة مع صديق كبير وحليف. وأضاف بيدرو سانشيز: أود أن أؤكد لكم أن إسبانيا ستحترم على الدوام التزاماتها وكلمتها. رسالته إلى الملك محمد السادس أن البلدين تجمعهما بشكل وثيق أواصر المحبة والتاريخ والجغرافيا والمصالح والصداقة المشتركة. أعرب سانشيز عن يقينه بأن الشعبين يجمعهما نفس المصير أيضا، وأن ازدهار المغرب مرتبط بازدهار إسبانيا والعكس صحيح. رئيس الحكومة الإسبانية أكد في رسالته على أن هدفنا يتمثل في بناء علاقة جديدة تقوم على الشفافية والتواصل الدائم والاحترام المتبادل والاتفاقيات الموقعة بين الطرفين، لأنه سيتم اتخاذ هذه الخطوات من أجل ضمان الاستقرار والوحدة الترابية للبلدين. إن مغربية الصحراء حقيقة ثابتة لا نقاش فيها، حب التاريخ والشرعية وبإرادة قوية لأبنائها واعتراف دولي واسع، كما أن افتتاح أكثر من 24 دولة قنصليات في مدينة العيون والدخلة يؤكد الدعم الواسع الذي يحظى به الموقف المغربي. المغرب لا يتفاوض على صحرائه. مغربية الصحراء لم تكن يوما ولن تكون أبدا مطروحة فوق طاولة المفاوضات. الكلام طلع، التصريح طلع، انتهى الأمر. أعربوا عن نواياهم رسميا. موقف إسبانيا لم يأتي من فراغ، لكنه جاء نتاج دبلوماسية خفية تعمل في الخفاء وبذل فيها مجهود كبير من الجانب المغربي، وزير الخارجية الراقي المحترم الدبلوماسي المحنك بكل المعاني الوزير ناصر بوريطة، وبالطبع بتوجيهات من جلالة الملك محمد السادس. الحكم الذاتي الصحراء المغربية. طلع أبو سيد إعلان يعلنوا استدعاء سفيرهم لدى إسبانيا، وما كل ما ياخدوا قلم على قفاهم من أي بلد يروحوا جايبين السفير. يعني عارفين السفير ده يعيني هو كبش الفدا، السفير يعني أي حاجة هاتوا السفير. هتوقفوا بقى الطيران طبعا، هيقفلوا المجال الجوي قدام إسبانيا، يسحبوا السفير وهيقطعوا العلاقات الدبلوماسية. وتفاجأت السلطات القرقوبية، استفاجأت بشدة يعني من التصريحات الأخيرة للسلطة الأسبانية. ما انتوا كنتوا نايمين، لكن في دبلوماسية بتشتغل، انتوا عمالين تجروا القمة العربية، القمة العربية الاتحاد الأفريقي الله، لكن في ناس بتشتغل، في ناس بتفهم، في ناصر بوريطة افهموا افهموا يا بقر، في ناس بتفهم دبلوماسية. انتوا نو ما فيش هي وأساسية، وهي إسبانيا وفرنسا وألمانيا، وهذه الدول الثلاث تسير معا في هذا الاتجاه الذي رسمه العاهل المغربي واخطط له، لأن العاهل المغربي أشار بوضوح إلى أن مثل العلاقات المغربية الإسبانية أخذه بيده، وهذا معناه أن الدبلوماسية الملكية لعبت دورها، وبالتالي يظهر واضح أن هذه الأقطاب الثلاث إذا أخذت هذا التوجه في الإقرار بحكم الذاتي كوسيلة وحيدة لتسوية النزاع وبدعمه داخل المنتديات الدولية وخاصة في مجلس الأمن، إذا تحقق ذلك فنكون نحن بصدد تطور مهم واستراتيجي، ليس مع هذه الدول الثلاث بمفردها، ولكن مع الاتحاد الأوروبي ككل ومع المجموعة الدولية، لأنه إذا جمعت الولايات المتحدة وبلدان أوروبا الغربية فستصل نتيجة حتمية، وهو أن هذه البلدان وإذا أضفت إليها الموقف الجديد للمغرب داخل القارة الأوروبية بعد عودة القارة الإفريقية بعد عودته إلى الاتحاد الإفريقي، ثم بلدان الخليج العربي التي أصرت بشكل واضح على لا رجعة في قضية الوحدة الترابية نهائيا، فندرك بوضوح أن الملف يسير في أحسن مستوى.